فدوى فين اكل الكلب؟ حاضر بيقولي حالا. امشي انت يا فدوى. حاضر. خليت عم عبدو رماه بره. وتخليه يرميه ليه؟ عشان مقرف ومخلي ريحه الفيلا وحشه. بعدين حكايتك كل شويه طيور وحيوانات وقرف. ما تروحي انك في بيت محترم. والله انا حره، ده بيتي واعمل فيه اللي انا عايزاه. لا انت اكيد جرالك حاجه وواضح انك مش عارفه مقامك كويس. انت هنا مجرد ضيفه، ضيفه وبس. انا كان ممكن ازعل من الكلام ده زمان، لكن دلوقتي انا ليا في البيت ده زي مالكي بالظبط ويمكن اكتر. انت اتجننتي؟ انت ازاي تكلمي سول هانم بالطريقه دي؟ ايه بنت؟ بنت؟ بنت اما بنتك هانم دي عليكي عشان انت سكرتيرتها، انما انا ما بشتغلش عند حد. علميها الادب يا نعمه. لا بقول لك ايه يا بنت، انت شكلها كده هربت منك على الاخر ولازم تاخدي علقه ما تنسيهاش. علقه مين يا ماما؟ لو على الضرب انا واخده بطوله الايكيدو الدوليه مرتين قبل كده. تقصدوا مين خليه لك يا ماما؟ يا جماعه انا هقوم بيكي عليكي. بس يعني اطلع بقى بقول لك اطلع بقى. ايه ايه يا نعمه؟ انا راجل واقف في السيكه. روح قول لها هي يا ماشي تعالى. يا رحمه انا راجل واقف في السيكه. روح مش عايز شعرك. بدات من شعرها. انت فاكره نفسك في الحاره عندهم؟ انا راجل واقف في السيكه. استنى بقى شويه.